حسن إدريس محمد، متزوج، عندي 5 أطفال. يعني كنت أشتغل المحل حلاقة، ومبلغ ما يكفيني صراحة، يعني أجور يومية. من هذا انشرت منظمة البصيرة العالمية الرابط، قدمت عليها. مباشرة يعني طلع اسمي الحمد لله، وباشرت بالعمل 10 أيام دورة، وكان جيد جدا يعني معاملتهم معانا، وهذا الدعم فلوس طونا مبلغ مالي، وأثثت محلي وكملت محلي الحمد لله، سع شغلي بحدي والحمد لله، والدخل مالي كفيني الحمد لله. أشكر منظمة البصيرة العالمية، وأشكر منظمة الـ UNDP الدعم معانا.